مع تواصل نزوح السوريين باتجاه الحدود التركية تتواصل معاناة اللاجئين بمختلف فئاتهم، ومن الفئات التي عبرت الحدود حديثا مجموعة تضم جنودا انشقوا عن الجيش السوري في عين البيضاء، فقد تمكنوا بعد ساعات من محاصرتهم ومن اشتباكات دامية مع القوات السورية تمكنوا من العبور إلى الأراضي التركية. وقد كثف الجيش التركي من دورياته على الشريط الحدودي فيما أعلنت بعض المناطق مغلقة. وقد أثر هذا التوتر المتواصل عبر الحدود على اللاجئين، حيث خرج المئات للتنديد بما وصفوها المجازر التي يرتكبها النظام السوري، كما اعتصم العشرات على الطريق الذي يربط هذه المخيمات بمركز المدينة. يتحمل اللاجئون السوريون ظروف العيش داخل المخيمات في تركيا، وهناك من تأقلم معها ربما، لكنهم باتوا يطالبون الهيئات الدولية بالتدخل لحل مشكلتهم. وفيما تمنع السلطات التركية دخول وسائل الإعلام إلى المخيمات، يحاول اللاجئون التأقلم مع أوضاعهم القاسية عن طريق التعاون والتآزر، كما تجري الاستعدادات داخل هذه المخيمات لاستقبال العام الدراسي الجديد. بتمنى أنه بيساوي مدرسة مشان نكمل دراستنا. في عنا، أنا التقيت بكثير من بلدي من جسر الشغور، وكان منهم معلمات وفي أساتذة، فكان الحديث انه سالوهم مين، يعني طلبوا منهم اللي كانوا اساتذه او معلمات بسوريا يجوا على الاداره التركيه، واخذوا اسمائهم وسجلوهم ورفعوهم للوالي، ووعدوهم انه يعملوا سنه دراسيه للطلاب السوريين وكل مين يحطوه بالصف اللي وصلوا. تركيا وان قدمت لهم المأوى والغذاء والمساعدات الطبيه وحتى ملاعب الاطفال، تعتبر هؤلاء اللاجئين ضيوفا، وهو وضع يسمح بتأويلات متباينة، ويفتقر الحماية الدولية التي يمكن أن توفرها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. حقنا الطبيعي بالقانون وبالدستور أن نكون لاجئين، بنتمنى نحصل على هذا الحق تحت رعاية اليو إن، وبنطلب لأهلنا في الداخل. أنا على تواصل مع أهلنا في الداخل اللي الدم لا زال ينزف حتى الآن. نطلب حماية أممية للشعب في سوريا من عصابات الأسد. ويقيم ما يقرب من 7000 لاجئ سوري في 6 مخيمات تنتشر في محافظة هطاي. بشار فهمي، الحرة، يايلا ضاغي، هطاي.